حدثنا ادم قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن عبد الله بن يزيد الخطمي قال حدثنا البراء بن عازب وهو غير كذوب قال كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فاذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن احد ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الارض